والله هي اللي بتتابع بطبيعه الوضع الاوروبي في كورونا. احنا اليوم حسب العرض اللي قدمته وزاره الصحه عدى 88 اصابه في متر سكن، وهذا يعتبر رقم معناه جيد جدا، معناه يبين مدى تحسن الوضع الاوروبي في كورونا. كذلك تراجع كبير في الوفيات، تراجع كبير في عدد المقيمين معنا في المستشفيات. بالطبيعه اكيد شوف الوضع الصحي لازم نقوم بالوضع الاجتماعي والاقتصادي. اليوم تم على الاقل قرار عوده صلاه الجمعه بداية من الأسبوع هذا لفترة 4 ساعة من تشتيق صلاة الجمعة مع احترام البروتوكول الصحي. عودة الأسواق الأسبوعية بداية من يوم 9 أوت، يوم الاثنين القادم بعد الحملة الوطنية للتلقيين 8 أوت، كذلك مع احترام على حمل الكمامات، كذلك عودة نشاط في القاعات الرياضية بحد أقصى 50% مع احترام بطبيعة البروتوكول الصحي بداية من يوم الاثنين 9 أوت 2021. بطبيعة هذه القرارات بالإضافة إلى المحافظة على القرارات اللي تم علينا مع اليوم يوم 30 جويلية سيد رئيس الجمهورية في البلاغ المبطة على طرف سيد رئيس الجمهورية حول منع كل التجمعات العامة الخاصة في فضاء مفتوح المغلق. هذه قرارات بطبيعة لابد أن نأخذها بعين الاعتبار. كذلك الكوفر في ولا بالعشرة بتاع 15 صباح يدخل رفع الكراسي وطاولات في كل مقاهي المطاعم بداية من الساعة 7 مساء. هذه قرارات اللي تم معناها تثبيتها في الاقتراحات من الجمهورية الكوان. المهم من هذا كله من القرارات هذه هو نجاح اليوم وطن التلقيح اللي هو تم قرار طرف سيادة رئيس الجمهورية بالتنسيق مع المؤسسة الإدارة العامة للصحة العسكرية وزارة الصحة، وكذلك مع كل الأطراف المدخلة وزارة التربية، المنظمات الوطنية، وزارة الصحة، كل الإدارات مع وزارة النقل لتوفير كل الإمكانيات والوسائل اللوجستية والموارد البشرية لنجاح يوم وطن هذا النقل. إن شاء الله تم اتفاق اليوم على جلسات على مستوى محلي للجانب اللوجستي خاصة توفير وسائل النقل بشكل عام، تسخير كل الحافلات النقل المدرسي في المنطقة هذيك لجلب المواطنين في مراكز التلقيح في المؤسسات التربوية. تم قرار 17 مؤسسة تربوية في المستوى كامل بالإضافة إلى مراكز التلقيح العادية. الفئة العمرية باش تكون 40 سنة فما فوق. عدد الجرعات تم تخصيص من القيروان 60,000 جرعة، وهذا رقم مهم جدا بالنسبة لنا، يخلينا معناها ندعو كل مواطنينا للإقبال بكثافة في عملية التسجيل. وإن شاء الله باش تم عملية سوبليس، ونحن في عملية التسجيل واستقبال والتلقيح باش تكون عملية تم مرونة كبيرة ياسر في عملية التسجيل وتلقيحهم. جيست احنا مربوطين حاجة بكا هي إقبال المواطنين على عمل التلقيح. منظمات وطنية كل باش تكون موجودة من خلال منظورها، من خلال تفاعلها، من خلال توجدها، منظمات المجتمع وجميع المجتمع المدني. حتى دور العبادة زاد في خطاب الجمعة. الخطاب هو دعينا للمدير الجهة والسلطة الدينية خلال خطبة الجمعة دي دعوة كل الأئمة والخطباء المساجد معناها للتركيز خاصة على عملية التحسيس وتوعية لنجاح العمل اليوم وطن التلقيح، ودعوة مواطن معناها منظورهم لإقبال عملية الكثافة من خلالهم هم ومن خلال منظورهم وعائلاتهم المقربة لهم. كذلك حاب نشكر تفاعل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، الاتحاد التونسي للفلاحة والسياحة البحرية، والاتحاد التونسي للشغل على الأقل تفاعل معنا من خلال توفير كل وسائل النقل الريفي وكذلك وسائل النقل الريفي والواجهات. كذلك الاتحاد التونسي للفلاحة والسياحة البحرية منظوري باش يقبلوا على التلقيح، الاتحاد التونسي للمنظمة التونسية، الاتحاد التونسي للشغل جي تي تي زاد حتى ودعة منظورية باش تكون موجودة معنا. هذه كل عمل جماعي إن شاء الله نهار 8 أوت حقه رقم جديد في عملية التلقيح إن شاء الله في ولاية القيروان. صلاة العشاء سيد الوالد. صلاة العشاء دخل في التوقيت حضر الجولان، بالطبيعة احنا نعرف التعديل اللي تم على عليه السيد رئيس الجمهورية هو من 5 من 10 مساء إلى 5 صباحا، وبالتالي صلاة العشاء في 9:40 تدخل في إطار التوقيت العادي لصلوات بقية صلوات الخمس. واضح سيد الوالد، شكرا لك، يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. خير الجو العام عجبكم؟ مريقة؟ صباح.